للحديث أكثر مشاهدينا الكرام إذا عن قانون الجنسية المقترح في العراق والذي يراه مواطنون أنه ومراقبون كذلك أن هذا المقترح لهذا القانون ما هو إلا وسيلة لتغيير هوية العراق. معنا من أجل ذلك مشاهدينا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. حياكم الله دكتور عبد السلام معنا. الله يحييكم وشكرا لاستضافتكم. أهلا بكم. إذا هذه التعديلات المرتقبة دكتور عبد السلام على قانون الجنسية العراقي يعني تمثل سابقة خطيرة. مشروع القانون الجديد كما تعلمون يتيح لأي أجنبي مجرد أن يقيم سنة واحدة فقط أن يقدم على الجنسية في سابقة غريبة تتنافى وتعارض يعني شتى قوانين التجنيس في مختلف دول العالم. كيف تعلقون على ذلك؟ نعم، هو الحقيقة عقدة الشعور بالنقص الديموغرافي لدى الفرس ولدى اليهود باعتبارهما كأقلية سكانية عالميا خلقت لديهم حالة من التخادم الفارسي الإسرائيلي بين نظم تلك الأقليتين. لذلك نجدهم يعني كديموغرافيين كسوسيولوجيين دائما يسعون وراء إجراء عمليات الطرد والجذب السكاني الديموغرافي سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان وغيرها من البلدان، لأن الاستراتيجية الديموغرافية للغازي تعني لدينا هي علم وفن تحويل الرجال المرتزقة إلى جنود للسيطرة على الأرض لكون الأرض تشكل عنصرا هاما من عناصر القوة الديموغرافية للسلطة. الآن أدخل بشأن منح الجنسية من قبل حكومة العراق لعبدة النار والبقر والحجر أي الفرس والهنود والأفغان وكذلك محاولة منح أيضا اليهود. هنالك اليوم الحقيقة جدل شعبي عارم رافض ومستهجن بشأن إصدار قانون شاذ يسمح فيه لمن أمضوا عاما واحدا للحصول على الجنسية. دعني أبين أن هنالك فرق بين منح الجنسية المكتسبة بالتجنيس وبين منح الجنسية الأصلية كما يراد لها بالعراق من قبل الولائيين. تمنح الجنسية المكتسبة فقط في الدول التي تعاني نقصا حادا في القوة البشرية والعسكرية والقوة والقوى المنتجة العاملة، ولا تمنح لتلك التي تعاني بما يزيد على نسبة 30% من سكانها من البطالة وتعداد الشعب العراقي 42 مليون. أوروبا وأمريكا تمنح الجنسية لمن هو حاصل أولا على إقامة دائمة، وبعد الإقامة الدائمة التي هي لا تقل عن 3 سنوات تتراوح منح الجنسية بعد ذلك بين 3 إلى 5 سنوات وأحيانا في دول أخرى أكثر. وتقام لهؤلاء المجنسين دورات ثقافية ولغوية واجتماعية لشهور لغرض دمج المجنسين بقوانين ما يطلق عليها هنا بقوانين الاندماج الاجتماعي لغرض الالتزام بقوانين الدولة التي ستمنحهم الجنسية، وعليهم أن يأتمروا بأوامر رئاسية لا بأوامر ولائية كما يحصل للمجنسين في العراق. في العراق سياسة الاندماج تهدف إلى دمج المجنسين وغيرهم بإيران وليس بالعراق، لذلك هم سيطيعون الأوامر الولائية والفتاوى وليس الأوامر الرئاسية الحكومية. يعني ما الهدف الرئيسي إذن عفوا دكتور عبد السلام من وراء هذا القانون؟ ما الذي يرمي إليه مستقبلا في وقت تتزايد كما تعلمون فيه شراء العقارات حتى بمبالغ خيالية ربما من بعض الإيرانيين وبعض الجنسيات الأخرى داخل العراق؟ قبل أن أجيب حضرتك على هذا السؤال أختم قولي بالسؤال الأول، أنه هذا المشروع قانون الجنسية لسنة واحدة جاء بعد فترة سرقة الحاسبة الإلكترونية المركزية اللي تضم وثائق تخص أكثر من 3.5 ملايين منحوا جواز سفر وجنسية وقد سرقت هذه الآلة الكبيرة. بعد ذلك تم إلغاء شهادة الجنسية العراقية وهي تحقق المدنية. لا توجد دولة بالعالم تحترم سيادتها تمنح الجنسية بعد سنة دون دورات ودون معرفة السجل الجنائي المجنس. بخصوص ما تفضلت به الأهداف،
كما بينا استراتيجية ديموغرافية للغازي هي تحويل الرجال المرتزقة إلى جنود للسيطرة على الأرض لغرض فرض السلطة هيمنتها على الشعب. الأهداف الحقيقة هي كعصا موسى، ظاهرها غير باطنها. تتزايد عمليات الشراء منذ نكبة العراق عام 2003 من قبل الإيرانيين والأفغان، خاصة بالنجف وكربلاء وغيرها من المدن السنية كالموصل والأنبار وغيرها. الهدف إجراء تغيير ديموغرافي، فمنح الجنسية للإيرانيين والأفغان الهزارة والهنود المتسولين والمشردين من مجهولي النسب لم يكن هذا أول قانون، بل سبقه قانون آخر اعتبروا الولادات غير الشرعية، أسموهم بكريمي النسب في العراق. وهؤلاء تلك الولادات أخذوا بالازدياد خلال توافد الجنس الأبيض الإيراني مع الترياك بحجة الزيارات الدينية، وهي زيارات قسم منها ذات طابع سياسي سياحي ترفيهي. الهدف الأبعد والأخطر هو تحويل العراقيين إلى جالية عراقية في العراق حتى يصبح العرب الأصلاء في موطنهم، وفق استراتيجية الحضور والغياب الديموغرافي إلى تغييب الأصلاء وحضور المستعرقين الدخلاء لقلب النسق الديموغرافي والنظام. لكن هناك من يرد عليك، هنا أشير ظاهرة تضخيم عدد زوار الحسين عليه السلام إعلاميا. نشرت وكالات الإعلام أنه عددهم وصل 15 مليون زائر في مدينة صغيرة لا تتسع مساحتها ولا عدد فنادقها لأكثر من 100,000 زائر. هؤلاء الهدف من هذا الرقم منحهم الجنسية العراقية. عفوا، هناك من يرى أن هذا الحديث يعني مبالغا فيه، كيف من الممكن تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لبلد يعني سكانه أكثر من 40 وربما 45 حتى الآن مليون نسمة بهذه الأقليات؟ كيف يعني تردون على ذلك دكتور عبد السلام؟ هو الحقيقة ليس بهذا القانون فقط عزيزي المشاهد، بل سبقه سرقة الحاسبة المركزية وتجاوز الملايين حدود العراق أثناء الزيارات الأربعينية، ورفض إيران عودتهم بحجة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، وقرار إلغاء الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية، وعمليات التهجير والنزوح القسري لملايين العراقيين بالمناطق السنية، غزو الفرس والأفغان والباكستانيين للمدن العربية المقدسة بالنجف وكربلاء وسامراء والكاظمية. هذه كلها أدلة وبراهين واضحة المعالم والنوايا لتغيير الغلاف السكاني العربي الشيعي بالشيعي الفارسي. ناهيكم عن محاولات جعل مناطق حزام بغداد وديالة والبصرة وغيرها مناطق خالية من السكان السنة والمسيح والتركمان. بخصوص المسيح، يعني كما تعرفون هذه الشريحة أيضا منذ تاريخ العراق القديم تعيش على أرض الرافدين، لكن هذه من الشرائح التي ضيق عليها أيضا شريحة المسيحيين. يعني منظمة الحريات الدولية مثلا تذكر أن مسيحي العراق يعيشون الآن كارثة حقيقية. كان قبل أحداث عام 2003 تعدادهم أكثر تقريبا من مليون إلى مليون ونصف، الآن لا يتجاوزون 150 ألفا في العراق. أين تقف الدولة من هذه الانتهاكات ضد هذه الأقليات في العراق، سواء كان المكون المسيحي أو حتى كما تفضلت نحن لا نريد أن نسمي المكون الآخر في بعض مناطق حزام بغداد والمناطق الأخرى أيضا؟ نعم، الحقيقة هو الرقم اللي ذكر في التقرير مليونين ونصف والنصف مسيحي رقم مبالغ فيه الحقيقة. يبلغ عددهم قرابة المليون. نعم، المسيحيون تعرضوا إلى اضطهاد ديني واضح المعالم لا شك فيه. وليس المسيحيون فقط، أيضا السنة والتركمان والأزيدية والمندائيين. يا سيدي الكريم عزيزي المشاهد، المشكلة هي عندما مشكلة في العراق عدم احترام الشعب كمكون واحد، عدم احترام الهوية الوطنية الجامعة الشاملة. هذا لا يتم إلا من خلال تولي الأمور لأهلها، لكن حاليا في العراق أن الأمور وليت لغير أهلها، لغير أهل العراق. لذلك يكون ولاء الدولة وقراراتها لغير أهلها، لسيدها الذي جمعهم بفقه المحتل وفصال الأجنبي.
يعني في دقيقة ونصف دكتور عبد السلام، يعني وسط حديثنا هذا لا ننسى أيضا مئات الآلاف من النازحين العراقيين حتى الآن لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم. هل تعتقد أن هذه خطة ممنهجة لإعادة تشكيل، إن جاز التعبير، تشكيل المجتمع العراقي؟ هو الحقيقة يعني من استراتيجيات التغيير الديموغرافي الأهداف متنوعة. كما أشرت هنالك حلقة وصل ما بين السكان والأرض وما بين السلطة وما بين الأمن الإقليمي، هنالك أهداف اقتصادية بحجة التهجير يتم تحت ذريعة الاستثمار، لكن في حقيقته هو استعمار، مثل إقامة مستعمرات إيرانية على غرار المستعمرات أو المستوطنات الصهيونية كما يجري الآن في منطقة الحزام الأخضر وفي جرف الصخر لغرض استغلال لزراعة المخدرات على غرار تجربة حزب الله في لبنان. العراق الآن يعتبر في عرف الغاز الإيراني والإسرائيلي والأمريكي يعتبر غنيمة حرب. أهمية حزام بغداد الآن التي يجري فيها هذا التغيير هو كون منطقة الكرخ في بغداد تشكل خاصرة إيران تجاه سوريا والأردن والسعودية. نعم. لذلك تتعرض هذه المنطقة منذ عصر النكبة، نكبة العراق الوطنية والفكرية، إلى غزو ديموغرافي. محو الطارمية العربية لجعلها منطقة خالية من السكان السنة. هنالك الآن محاولة لبناء مدينة تحت اسم فارسي الرفيل لتصبح عاصمة إدارية جديدة بحجة منع الانفجار السكاني. خطورة هذا القرار يمس البناء الديموغرافي والثقافي والجغرافي لتاريخ عاصمة الحضارات بغداد لتتحول إلى عاصمة الخرافات. نعم. بغلاف سكاني وعمراني أعجمي، وأخطر ما فيه تتحول ديموغرافية بغداد. نعم. ومعالم الديموغرافية من الطراز العمراني العربي الإسلامي إلى طراز عمراني بنقوش فارسية. من ستوكهولم إذن أستاذ علم الاجتماع دكتور عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لك دكتور.